ولاية المهدية تنتمي إلى الإقليم الثالث الذي يضم أيضاً ولايات سليانة وسوسة والقصرين والقيروان والمنستير. تقع ولاية المهدية في جهة الوسط الشرقي، تحدها شمالاً ولايتا المنستير وسوسة، وجنوباً ولاية صفاقس، وشرقاً البحر الأبيض المتوسط، وغرباً ولاية القيروان. وتمتد على مساحة 2966 كيلومتر مربع، يبلغ عدد سكانها 448 ألف ساكن، وتضم 13 معتمدية. وتوفر ولاية المهدية إطاراً ملائماً لتدعيم علاقتها بالمحيط الداخلي والخارجي، وحافزاً لدفع الاستثمار في القطاعات التقليدية والحديثة بفضل تاريخها الحضاري العريق وواجهتها البحرية الممتدة على طول 75 كيلومتراً وشساعة مجالها الريفي، وبما تسخر به من إمكانيات طبيعية متنوعة وموارد بشرية. كما يمثل القطاع السياحي رافداً هاماً للعمل التنموي من خلال توفر العناصر الأساسية لتطوير السياحة الشاطئية والاهتمام بالسياحة الثقافية والإيكولوجية. ويعتمد اقتصاد ولاية المهدية بالأساس على قطاع الفلاحة، ويوفر إنتاجاً هاماً في مجال الألبان وزيت الزيتون والصيد البحري. وبدوره يلعب قطاع الصناعات التقليدية دوراً اقتصادياً بارزاً باعتبار تنوع وثراء المخزون الحضاري والثقافي وتوفر المواد الأولية، بما مكن من تطوير صناعة النسيج والحرير. وتشارك ولاية المهدية باثنتي عشرة معتمدية في الدور الثاني من انتخابات المجالس المحلية. وفي هذا التقرير حوصل لأهم المعطيات الانتخابية بهذه الولاية مع مراد لبيث. بعد الإعلان عن النتائج النهائية للدور الأول لانتخاب أعضاء المجالس المحلية بولاية المهدية بحسم انتخاب أعضاء المجلس المحلي بمعتمدية ترجيش من أصل 13 معتمدية، وهي المهدية المدينة وبومرداس والشابة وقصور الساف وشربان والجم وهبيرة وملولش وأولاد الشامخ وسيدي علوان والسواسي والبرادع، التي ستشهد دوائر والانتخابية البالغ عددها 34 ستشهد تنافسا للفصل في أعضاء مجالسها المحلية. ويتنافس 68 مترشحا في انتخابات المجالس المحلية بولاية المهدية، التي خصصت الهيئة الفرعية للانتخابات بالجهة 72 مركز اقتراع و104 مكاتب اقتراع لخوض الاستحقاق الانتخابي في دوره الثاني. ويشارك 348,816 ناخبا في الإدلاء بأصواتهم في انتخابات المجالس المحلية في دورها الثاني بولاية المهدية، التي ستجرى في الرابع من فبراير القادم. هذا ويتطلع عدد كبير من المواطنين في ولاية المهدية إلى تغيير الأوضاع نحو الأفضل عبر التوجه إلى مراكز الاقتراع يوم الرابع من فبراير المقبل والمشاركة في الدور الثاني لانتخابات المجالس المحلية. نورة حسن. يعد صوت الناخب عاملا أساسيا في تغيير المشهد التنموي، وإن تحقيق التنمية في الجهة يتطلب مشاركة مكثفة من قبل الناخبين، ويأمل مواطنو ولاية المهدية في تحقيق الأهداف التنموية المرجوة. صوتي قادر باش يغير، وكما جاش صوتي عندي ثقة معناتها باش الأصوات، مش صوتي أنا، أصوات معناها الناس الكل، الناخبين الكل باش يغيروا. نصور ما نمشيش ننتخب وما نشدش نمشي ننتخب على الصباح وكل شيء. الانتخابات هي نصور أنا في رأيي أنا نصور معناتها تغير من كل شيء في البلاد. بالنسبة للانتخابات المحلية أنا تهمني أكثر من الانتخابات البرلمانية. علاش؟ على خاطر هي تهم أكثر المواطن. في المعيشة نتاعو، في النظافة، في الطرقات، في برشا حوايج. الدورة الثانية إن شاء الله الناخب يكون واعي ويكون عارف معناها شنو الدور اللي يستنى فيه ولشكون باش يحب يعطي صوته في كل حرية وبكل شفافية. وأنا عندنا ثقة معناها التوانسة الكل اللي يحبوا يخدموا البلاد في الفترة ذي، فترة صعيبة، فترة حساسة، لازم الناس الكل كي تتضافر الجهود للنمو معناها باش تونس تكون معناها في احسن الحالات واحسن الظروف نتاعها. صوتي نجم يغير برشا حوايج ايجابيه لفائده المنطقه اذا عرفنا كيفاش نختاروا العنصر المناسب في المكان المناسب. الرابع من فبراير القادم سيكون الناخب التونسي على موعد مع الدور الثاني من انتخابات اعضاء المجالس المحليه للادلاء بصوته واختيار من يمثله في جهته حسب عديد المواطنين.
وولاية المهدية ولاية ساحلية زاخرة بتنوع الموروث الحضري والتاريخي، إضافة إلى شواطئها الممتدة واهتمامها بالفلاحة، وقد اعتبرها الكثيرون بوابة المشاريع التنموية الهامة. أكثر تفاصيل في الروبورتاج التالي لحياة الرضواني. تعد ولاية المهدية من بين الولايات الساحلية التونسية الزاخرة بتنوع الموروث الحضاري والتاريخي على غرار بعض المعالم والمواقع الأثرية، إضافة إلى تميزها بامتداد شواطئها التي تمسح 75 كيلومترا من الشريط الساحلي، ما جعلها تحتل مراتب هامة في قطاع الصيد البحري، إضافة إلى تطور الفلاحة البيولوجية، مؤشرات يرى بعض المختصين بأنها بوابة لمشاريع تنموية هامة. عندنا أولا الآثار اللي نجم يكونوا معناها نقطة استجلاب السائح يجي كان على البحر وعلى الحيوط، معناها الوتلة بإضافة ولا بإضفاء لابيل، معناها كما تقول أنت عنوان للمهدية اللي نجم يخدم التوريزم ديورابل، ستادير السياحة المستدامة. وناخذوا مهدية عاصمة الحرير اللي نجموا معناتها نطوروها ونطوروا معناتها منظومة كاملة سياحية. الفلاحة راهو مهدية راهي كي نقولوا كنز، اما المشكل كونه احنا ما نعرفوش نتصرفوا في الموارد نتاعنا. فما برشا مشاريع يلسفين حركوهم، وكهو مهدية يعني تولي ماشيه في ثنيه به برشا. مثلا فما مشروع سبقت من غياض اللي عنده 20 سنه تو مازال ما رش النور، اللي هو ينجم يقلب وجه المهدية تولي منطقه سياحيه، ميناء ترفيهي، تعمل ديناميكيه اقتصاديه به برشا. محطه معالجه المياه هي قاعده تتعمل تو عندها 5 سنين، ان شاء الله تخلط تكمل. الماء ذاك اللي يخرج من المستاسيون ينجم يروي به الأشجار، هذا ينجم يكون نقطة قوية وتحسن الفلاحة. كما تتميز ولاية المهدية بموقع يطل على البحر من ثلاث وجهات، ما جعلها قبلة عديد السياح، وهي القادرة على تنويع منتوجها السياحي والثقافي كلما زاد العمل على تطوير منظومة النقل وفك العزلة عن بعض المعتمديات. محاطة من ثلاثة جهات بالبحر، ولكن مالوريزمون معناها الأسطول البحري اللي عندنا راهو تعب اي بورتون، معناها ينجم يكون نقطة قوة كسوسوا في مجال الصيد البحري، كسوسوا في الأكواكولتور يعني تربية الأسماك، كسوسوا في الصناعات اللي تنجم تحوم حول المنظومة هذه. راهو توا وقت باش نحطوا منظومة راسكلا اللي أولا يعني ما تاكلش برشا موارد، وثانيا تنحينا من النفايات اللي احنا قاعدين معناتها نعانيو منها، وهذه ما نحكيش على مهديه فيه، نحكي على مهديه كامله. راه مثلا فما مشروع توا اللي اونكور اللي هو نعمل بزوز سكك بين في المترو ما بين مهديه ومكنين، فما مشروع اللي هو يخلي ولايه المهديه مربوطه بالداخل نتاعها عن طريق المترو. موارد طبيعيه وحضاريه هامه جعل من عاصمه الفاطميين وجهة سياحية واستثمارية هامة قادرة على مزيد دفع عجلة التنمية كلما زاد الحرص على التثمين والاستثمار في مكامن قوة هذه الولاية.